بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا ان احنا ناخد بنات وندخل، والابلكيشن ده شغال بيدخل بنات الموظفين ودايما بيحفظها وما عندناش اي مشكلة الحمد لله. عايزين نقرا، بس نبدا ناخد مرحلة ان احنا نقرا البيانات بتاعتنا. يعني انا اضطر ان انا اعمل نيو فايل كده، تمام. عايز اقرا الكونتنت بتاعت اليوزر وابدا اشتغل عليها، اللي هي موجوده جوه الفايل اللي هو السي اس اس في بتاعي. فانا هعمل ليست عشان تشيل اللاينز او الروز او الكونتنت، المحتوى زي ما انت عايز تسميها، او روز، ماشي زي ما احنا كنا ماشيين. وهقول له with open، وهقول له الفايل بتاعنا اسمه امس اندرسكور داتا mpsdata.csv file، وده انا عايز افتحه فور ريد. مش محتاج ان احدد له طبعا ان هو فور ريد، طالما ده الديفولت فهقول as file، تمام، كفايل. وابدا اشتغل بقى ان انا اقول له بص، انا الفايل كل اللي انا عايزه منك ان انا ريد اللاينز كلها مره واحده. طبعا ريد اللاينز كلها مره واحده احطها جوه الروز عشان تجي لي از روز، تمام. حلو جدا. الروز دي جات لي طبعا، الف عليها اقول فور رو ان الروز عشان اعملها لوب. طبعا انا ممكن كنت اطبعها كلها مره واحده، بس انا عايز بقى اطبعها واعمل لها شكل جدول واشتغل عليها يعني، واوصل للبنات اللي فيها عشان بعد كده ان شاء الله اقدر اعمل عمليات اعمق من الفكره دي يعني. فانا ايه هقول له روز، ماشي، هقول له كل قطعه ديتا. انا هعمل دلوقتي طبعا الرو بيجي لي كله طبعا، انا عايز اقطع بقى ايه الامبلوي نمبر لوحده، الامبلوي نيم لوحده، الجوب لوحدها، السالري لوحده، يعني كل قطعه بيانات لوحديها. فهعرف كده حاجه اسمها داتا ومقال بتساوي، وهقول له رو دوت سبلت. سبلت معناها ان انا عايز اقطع بالكوما كده، معناها سبلت باي كوما، يعني كل ما الاقي كوما هيمشي على اللاين، يعني هيعمل كده، هيمشي على اللاين ده، هياخد دي اول حاجه، اول ما يلاقي كوما خلاص يعمل ده عنصر جديد في الليست، يلاقي كوما يعمل ده عنصر جديد في الليست، يلاقي كوما يعمل ده عنصر جديد في الليست، بعد كده يبدا وهكذا. في الرو الجديد ده عنصر في الليست، بعد كده كوما يبقى في عنصر جديد ثاني في الليست، عنصر جديد في الليست، عنصر ودي ما زي ما هي، ودي عنصر جديد في الليست، وهكذا. وبالاسلوب ده يبقى كده ايه، يبقى هعدل كده ده وهنا. وبالاسلوب ده يبقى انا ايه هقدر اقطع دي، ان دي هيبقى جالي في لسته، وده اول اليمنت، ثاني اليمنت، ثالث اليمنت، رابع اليمنت، دي الفكره. فالديتا كده بالنسبه لي بقت الرو متقسم، تمام، متقسم. ممكن اعمل عليه لوب داخليه، ان انا امشي بقى سل سل، خليه خليه، وابدا اشتغل، يعني ده وارد برضه. يعني اقول له مثلا، ممكن اقول له اعمل قايل له فور سيل ان ايه ان داتا، تمام كده بدات امشي خليه خليه جوه الايه، جوه البيانات اللي موجوده عندي. ممكن اقول له ايه بقى، هقول له برنت، تمام. في البرنت ممكن اعمل فيرتيكال بار، اول حاجه فيرتيكال بار، وبعد الفيرتيكال بار اقول له زائد جنبيها، هنادي على السيل اللي هي الخليه دي. طبعا ممكن تبقى في سيل كلمه محمد عبد الكريم مثلا كبيره، واحده ثانيه اسمها عادل، بس اربع خانات، فطبعا ده هتخلي الجدول بتاعي يبقى شكله مش كويس. ولذلك انا هعمل ايه؟ هقول له بص، يعني احنا هنمشي على من 0 ل 10، يعني اعمل سبليت من 0 ل 10، يعني 10 ديجيتس. طب لو حد اسمه اكبر من كده لا يقطع لغايه 10 خانات بس، بحيث يبقى الجدول متناسق منسق. ممكن اقول له دوت سنتر على 10 برضه، وممكن اقول له مش مهم مش مهم، ماشي، خليه دوت سنتر على 10 عشان يبقى الويتس برضه 10 خلايا، تمام. وبعدين سيادتك هتعمل ايه؟ اقول له كده، وجنبيهم على طول هتعمل لي سلاش تي عشان تعمل لي تباية. يبقى كده ايه، اول خلية تقسمها 10، لو كانت اكبر من 10 مش هياخد، واعمل بعدها التابة. بقت كده الكولوم كده هيمشي معايا كل واحد 10 خلايا ومظبوطة على تابة بعديها، فالكولوم هيبقى عرضه في لما اجي اطبع التيبل هيطلع كولوم عمود عمود، لان محدد عرض الكلام ومحدد التابة، فكله واخد نفس الايه؟ نفس الاكشن. طبعا لازم الغي الانتر، يعني هقول له اند
الاند بتاعتنا تبقى فاضي، مش هحدد حاجه، لان انا مش عايزه يعمل انتر، لان الخليه تيجي جنب الخليه جنب الخليه جنب الخليه جنب الخليه، مش عايز اعمل انتر، صح كده؟ طيب لكن بعد ما يخلص الفور دي، الفور دي بتاعت اللي هو يطبع الخلايا تك 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 تك، هيخلص اللوب دي، بعديها على طول اقول له برنت لي بقى الايه مثلا خط كده، فيجي لي خط، فياخد بقى ايه اللي بعده، يجي لي خط وهكذا. ما اعرفش الشكل هيظبط معانا ولا لا، لكن تيست string index out of range. قال لي الindex انت شغال عليه out of range، الindex بتاع السيل تا تا دا دا دا. نعمل كده، ايوه اللي حصل، تعال نشوف. قال لي ادي اهو ان بالنو، وبعد كده قال لي النيم في السنتر، الجوب السالري، لاحظوا مظبوطه 100%. الخط ده ممكن يطول شويتين بحيث يجيب معايا شكل الجدول الكامل، مفيش مشكله. ممكن ناخده هو هو برده، يبقى في اول قبل الطباعه على طول، يعني قبل طباعه الاول كده، يعني بحيث يجي معايا في اول الجدول، يعني لما اجي نعمل رن كده طبعا مع كل روم الغباوه دي. انا مش عايز كده، عايزه مرة واحدة، عشان كده هحطه بره خالص، لأن أنا عايزه في أول مرة بس خالص قبل الجدول ما يتبع، ومرة واحدة مش أكتر من كده. أيوه مظبوط، ممكن نطوله شوية لو إحنا عايزين، لكن بالتالي بقى شكل التيبل بتاعنا منسق ومفهوش أي مشكلة، وبقينا بنجيب البيانات بتاعتنا وبنعرضها شكل كويس، بقدر اوصل لخليه خليه. طبعا كنت ممكن اعمل اوصل للنتيجه دي بشكل ابسط، لكن انا كنت عايز اعمل ده عشان استعرض لكم اللي ما هو ات باذن الله، وازاي نقدر نشتغل على البيانات دي. طبعا تلاحظوا ان البروجكت مانجر اتقطعت بقى خلاص، عشان ما ترحلش وتزق كده، انا مظبط نفسي ان انا اخر 10 حروف، وبالتالي طلع شكل التيبل مرتب شويه. قبل ما نخلص احنا بس في عرض الجدول بتاعنا مش منسق شويه، يعني حاجه بسيطه كده الجنب ده، طبعا الحته دي مشفته شويه، لان المفترض ان انا اعمل بعد كل واحده تاب، صح؟ فجي بعد السالري تاب، لاحظوا بص في هنا انتر، بعديها في تاب جت هنا، فرحلت ده، طبعا التابت حوالي تقريبا ثلاث سبيس، فتقريبا هنضطر نعمل لها باك سلا، يعني دي باك سبيس، اكننا مسحنا مش هتجبنا، اكننا مسحنا تقريبا ثلاث مرات. فنجرب كده، ايوه بالظبط كده، لاحظوا ادي الجدول اهو شكله بقى ايه. طبعا عرضنا كده في شكل الحاجه بتاعتنا في شكل جدول، قدرنا نوصل لسل سل ورورو ونشتغل على البيانات الموجوده عندنا. ونكمل ان شاء الله مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.